السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد محسن ودي حلقة جديدة من برنامج الايلتس اسهل مع محسن. حلقة النهاردة ان شاء الله هنكمل فيها كلامنا عن قسم الاستماع في اختبار الايلتس، وبالتحديد هنتكلم على السؤال الاكثر شيوعا في اختبار الايلتس واللي بيتكرر كتير في معظم اختبارات الاستماع، وهو سؤال فورم فيلينج. هنتكلم عن تعريف السؤال وايه هي المهارات اللي بيختبرها السؤال في الكانديديتس، وكمان هنتكلم عن طريقة اجابة السؤال في ورقة الاجابة، وهنتكلم عن الاكشن بلان الخاص بالسؤال. حضر ورقتك وقلمك عشان تحل معايا، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة من الايلتس اسهل مع محسن. أول حاجة هنبدأ بيها الحلقة إن شاء الله هي تعريف السؤال، تعريف form filling. You complete the gaps in the form using up to 3 words and or numbers. يعني سؤال form filling أنت بتكمل فيه الفراغات عن طريق أن أنت بتكتب من كلمة لثلاث كلمات أو أرقام في الفراغات. Some of the information may already be completed to help you. أحيانا بيديك بعض البيانات عشان خاطر يساعدك. يعني form filling هو عبارة عن form أنت بتملاها، form بيكون فيها بيانات، زي مثلا بيانات طالب بيتقدم للجامعة، فبيكون مطلوب منه أنه هو يقدم اسمه، يقدم رقم بطاقته مثلا، الناشونال اي دي بتاعه، يقدم عنوانه وهكذا. فالمعلومات بتكون جايه لك مطلوب منك انك تكمل فيها الفورم، فبيديك بعض المعلومات زي ان هو مثلا يديك الاسم مكتوب قدامك ويطلب منك تاريخ الميلاد، او ان هو يديك تاريخ الميلاد ويطلب منك العنوان وهكذا. يبقى تعريف سؤال فورم فيلينج سريعا كده هو اننا بنكمل الفراغات اللي موجوده في الفورم باننا نملى بيانات وما نزودش عن من كلمه لثلاث كلمات حسب ما هو طالب مننا في راس السؤال نفسه. طيب هو سؤال فورم فيلينج وده السؤال اللي جاي معانا بيختبر ايه عند الكانديديتس؟ What does form filling test? Like all completion tasks, form filling tests your ability to predict what is missing in the gaps. يعني زي كل أسئلة الكومبليت اللي بنكمل فيها الإجابات، form filling بيختبر فينا قدرتنا على إن احنا نكمل الفراغات الناقصة في السؤال. You need to listen for important details. لازم نركز على المعلومات الهامة اللي بتتقال في الريكورد عشان نعرف نكمل بيها الفراغات، like names, date, places, times, etc. زي الأسماء والتواريخ والأماكن والتوقيتات إلى آخره. Sometimes these are spelt out. أحيانا في الفورم فيلينج بتسمع السبيلينج بتاع المعلومة اللي مطلوبة منك، زي مثلا إن هو يقول لك last name، مطلوب منك last name، ويجي الشخص اللي بيتكلم يقول my last name is Lucky, L-U-C-K-Y، فهتلاقيه بيسبل last name عشان خاطر يعرفك بيتكتب إزاي، وأحيانا ما بيعملش السبيلينج، وده اللي هنعرفه دلوقتي. If they are not, you still need to try to spell the answers correctly. يعني برضو حتى لو هو ما قالكش السبيلنج، انت ما زلت مطالب بان الاجابات بتاعتك يكون السبيلنج بتاعها صحيح، زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت واكدنا دايما ان قسم الليسننج وقسم الريدنج في الايلتس اللي هم الريسبتيف لازم تكون اجاباتك السبيلنج فيها صحيح بالكامل وما يكونش فيها غلطة ولا في حرف واحد. بس خليني هنا اطمنك واقولك ان الايلتس بيقبل الكتابة الامريكان وبيقبل الكتابة البريتش طالما صحيحة. يعني انت لو قلت color C-O-L-O-R بتتحسب صح، ولو قلت C-O-L-O-U-R برضو بتتحسب صح. وممكن برضو خلال التست الواحد تكتب اكتر من spelling، يعني ممكن تكتب American وممكن تكتب British وهو بيقبل الاثنين. Make sure you can match spoken numbers to written numbers. اتأكد دايما ان الارقام اللي انت بتسمعها لو هي اللي مطلوبة منك تكتبها بالظبط زي ما هي في ورقة الاجابة بشكل صحيح. يعني مثلا لو الرقم 15 تكتب 15 مش 50، لان تفرق قوي، ممكن تسمعها 50 وتكتبها 50 وتبقى الاجابة صح 15. عشان كده لازم تكون متدرب صح على انك تسمع الارقام بشكل صحيح وتطبق ده بشكل عملي في ورقة الاجابة. وطبعا ده مش هيحصل الا مع التدريب المستمر عشان تضمن ان انت بتسمع صح وبتكتب الارقام بشكل صحيح. هننتقل بعد كده للسؤال اللي جاي معايا وبيقول How should I write my answer? هو انا ازاي اكتب اجابتي عن سؤال form filling? Write the correct words and or numbers on the answer sheet. Use no more than the words that you are told to use. يعني اكتب الكلمات والارقام الناقصة في الفراغات وما تستخدمش اكتر من الكلمات اللي مطلوب منك انك تستخدمها في راس السؤال. And make sure you spell them correctly. وزي ما احنا شايفين بيأكد تاني على معلومة ان احنا نكتب السبيلينج بشكل صحيح، لانها بتفرق جدا. You can't write numbers in words or figures. وهنا بيطمننا ان احنا نقدر نكتب الاجابات بتاعه السؤال اللي بتيجي في شكل ارقام، اما الاجابه تكون في شكل رقم يعني زي 1 2 3 4 او في شكل رقم مكتوب، يعني 1 تكتبها 1 O N E 2 T W O 3 T H R E E وهكذا.
الاثنين بيكونوا مقبولين في السؤال. شوف انت الطريقه اللي تريحك واكتب بيها. بس هنا انصحك طالما هو رقم اكتب الرقم بشكل مباشر عشان توفر وقت ومجهود وتقدر تركز في السؤال اللي بعده. كده يبقى احنا عرفنا السؤال وعرفنا السؤال بيختبر فينا ايه، وكمان اتكلمنا عن الطريقه الصحيحه في كتابه اجابه السؤال ده. هننتقل دلوقتي للنقطه الاهم معانا، وهي الاكشن بلان الخاص بحل السؤال، الخطوات الصحيحه اللي بنتبعها في ان احنا نحل سؤال فورم فيلينج. واول نقطه معايا في الاكشن بلان بتقول read the instructions carefully to see how many words you can write. يعني اقرا راس السؤال والتعليمات بعنايه واعرف عدد الكلمات اللي مطلوب منك انك تكتبها. تاني نقطه معايا بتقول look at the form and the information and decide what is it about. اقرا السؤال بشكل سريع واعرف نوع المعلومات اللي مطلوبه، اعرف اللي مطلوب منك ده رقم تليفون، اسم، عنوان، المهم انك تعرف نوع المعلومه عشان تعرف تركز فيه وتعرف تجاوبه بشكل صحيح. النقطه اللي جايه معايا note the order of the questions، اعرف ترتيب الاسئله، اعرف المعلومه اللي بتيجي ايه قبل ايه، الاسم الاول ولا رقم التليفون، العنوان الاول ولا تاريخ الميلاد. رتب المعلومات زي ما هي موجودة قدامك في دماغك عشان تعرف تدور على المعلومة بشكل صحيح. النقطة اللي جاية معايا look at the gaps and any headings and decide what type of information is required. هتلاقي دايما، لان احنا بنملى فورم وبنكمل فورم، هتلاقي دايما في عناوين وفي معلومات اساسية. يعني ايه؟ يعني هتلاقي قدامك مثلا مكتوب personal information، جنبها مكتوب name, date of birth, ID number, address وهكذا. فالكاتيجوري الرئيسي هو البيرسونال انفورميشن، والمعلومات اللي مكتوبه جنبه هي الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقه والعنوان. فانت لازم تركز على الهيدنجز ولازم تركز على المعلومات اللي مطلوبه، وكل نوع من المعلومات بيقع تحت او بيكون موجود تحت اي هيدنج من الهيدنجز اللي موجوده عشان تعرف تجاوب على السؤال بشكل صحيح. النقطه اللي جايه معايا واللي برضو تكررت معانا في السؤال اللي فات اللي هو فورم فيلينج، ولو انت لسه ما شفتش الحلقه تقدر تتابعها من الاي اللي هتظهر معانا هنا عشان تقدر تعرف كل نوع من الاسئله بيجي ازاي. والنقطه اللي جايه معايا هي underline or circle keywords in the main questions. اتكلمنا قبل كده عن الكي ووردز وقلنا ايه هي واهميتها، واللي هي الكلمات اللي بتدلنا على المعلومات اللي مطلوبه مننا في السؤال. فدايما وانت بتحل اتعود ان انت وتحل بالريسيبتيف، يبقى في ايدك قلم وتعلم على الكلمات الداله، سواء بانك تحط عليها دايره او وتحط تحتها خط، لان بتفرق معاك قوي في اجابتك للسؤال وبحثك على المعلومه الصحيحه. اخر نقطه معايا واللي كررت نقطه شبهها في سؤال البيك فروم ليست، وهي as you listen complete the form. يعني مجرد ما تسمع الاجابه كمل الفورم واكتب اجابتك مباشره. طبعا في بيك فروم ليست as you listen choose the correct answer، هنا قال لك as you listen complete the form. كده يبقى احنا قلنا الخطوات الكامله بتاعه الاكشن بلان الخاصه بسؤال فورم فيلينج. تعالوا بقى نطبق الخطوات دي على المثال اللي جاي معانا. والمثال اللي جاي معانا راس السؤال فيه بتقول read the instructions carefully to see how many words you can write. تعالوا نقرا مع بعض الانستراكشنز او راس السؤال ونعرف عدد الكلمات المطلوبه. راس السؤال عندي بتقول complete the schedule below. Write no more than three words for each answer. يعني كمل الجدول اللي قدامك من غير ما تكتب اكتر من ثلاث كلمات. ده معناه ان انا مسموح لي اكتب كلمة اتنين او ثلاثة، مش اكتر من كده. وخليني هنا اقول لك ان لو المطلوب رقم وانت هتكتب مثلا 143 وانت كتبتها كتابة بتتحسب على انها كلمة واحدة، بما انها رقم بتتحسب على انها كلمة واحدة. تاني نقطة معايا في الاكشن بلان look at the form and the information and decide what it is about. اقرا المعلومات اللي موجودة عندك والانفورميشن اللي موجودة عندك واعرف هي بتتكلم عن ايه. انا واضح قدامي ان ده class schedule، يعني جدول حصص او sessions. موجود عندي Chinese level advanced level advanced days، وده اول سؤال عندي. انا مطلوب مني اعرف الايام اللي جاية في الشاينيز واللي هي بتبقى evenings، Japanese level day level day French level day level days. فواضح قدامي ان ده schedule خاص بكورسات، واللي مطلوب مني ان اكمل البيانات اللي فيه. وعندي ثلاث لغات اللي هي الشاينيز الجابانيز والفرنش، ومطلوب مني ان اكمل البيانات الخاصه بالجدول ده. النقطه اللي جايه معايا note the order of the questions. احنا قدامنا اربع فراغات، يعني اربع اسئله مطلوب مني اني احلها. اول فراغ موجود عندي تحت الشاينيز، بعد كده فراغين في الجابانيز، بعد كده فراغ في الفرنش. فانا هركز في المعلومات، واحده في الشاينيز وهي الداي، اثنين في الجابانيز وهم الليفل والليفل،
واخر حاجة الداي في الفرنش. النقطة اللي جاية بعد كده معايا underline circle keywords in the main question. هنعمل underline و circlings للكي ووردز اللي معانا في السؤال. تعالوا نشوف ايه الكلمات الدالة. اول كلمة دالة معايا no more than three words في السؤال، وبعمل عليها دايرة عشان دايما ابقى فاكر وانا بحل ان انا ما اكتبش اكتر من 3 كلمات. بعد كده الكلمات الدالة معايا بالنسبة للتشاينيز هتكون Chinese level، هتكون advanced، فانا عارف ان الكلاس الموجود في التشاينيز advanced، والمعلومة اللي بدور عليها هي في الايفنينجز، فانا اول ما اسمع الادفانسد اركز في الايام وعارف ان انا بدور على الكلاسز اللي بتتاخد في الايفنينجز، الكلاسز اللي بتتاخد بالليل. بعد كده الكلمة الدالة عندي هي كلمة Japanese level Tuesday and Thursday mornings، فانا هنا هركز بس على الليفلز اللي موجودة في ايام Tuesdays و Thursdays morning. الكلمة الدالة معايا بعد كده هتبقى Monday, Wednesday and Fridays morning. الكلمة الدالة بعد كده في الفرنش هتكون Friday، فانا كده عملت circling حوالين الكلمات الدالة اللي عندي في السؤال. فاضل اخر نقطة معايا في الاكشن بلان وهي as you listen complete the four، ودي هسيبك انت تعملها دلوقتي وانت بتسمع المقطع الصوتي، وبعد ما نسمع المقطع الصوتي هنرجع نحلل الاسئلة مع بعض. ورقتك وقلمك ويلا بينا نحل مع بعض. Good morning, Globetrotters Language School. How may I help you? Yes, I was wondering if you could give me some information on language classes. Certainly. What language are you interested in studying? Well, that's the thing. I'm interested in learning Japanese, but I'd also like to improve my Chinese. I don't know which to study right now. Maybe the class schedule will help you decide. Did you want to study in the morning, afternoon, or evening? I work in the evenings, so mornings or afternoons would be best. Then that decides it for you. We offer an advanced Chinese class, but it meets on Wednesday and Friday evenings. I couldn't do that. When do the Japanese classes meet? We have beginning Japanese on Tuesday and Thursday mornings. No, wait, that's intermediate Japanese. Which level do you want? Advanced? No, beginning, definitely. I know some Chinese and some French, but I'm a real beginner with Japanese. Well then, are you free Monday, Wednesday and Friday mornings? That's when the beginning Japanese classes meet. We also have intermediate French on Friday mornings. I could do those mornings, but I'd prefer afternoon. Don't you have anything in the afternoon? We have intermediate Japanese class on Wednesday and Friday afternoons. I really need a beginner class. So, I'll take the morning Japanese class. Could you give me an idea of the cost? What would be the tuition for the Japanese class? زي ما سمعنا مع بعض كده، دي كانت مكالمة تليفون بين شخصين بتدور حوالين حجز كورسات لغات. فابتدينا نسمع الحوار الداير بينهم واحنا مركزين جدا على المعلومة الأولى اللي مطلوبة مننا، وهي أيام الإيفنينجز اللي موجودة في التشاينيز، لحد ما سمعنا الإجابة وكانت Wednesday and Friday. لما الست قالت Then that decides it for you. We offer an advanced Chinese class, but it meets on Wednesday and Friday evenings. فهنا هي أكدت إن المواعيد بتاعة التشاينيز موجودة يوم الأربع والجمعة في الليل، وهي دي المعلومة اللي كانت مطلوبة مني في إجابة السؤال الأول، لأن احنا كنا عاملين selective listening ومركزين في نوع المعلومة، فكان من السهل علينا إننا نطلع المعلومة دي. المعلومة التانية اللي كانت مطلوبة مننا هي الليفل في الجابانيز. هنلاقي الست هنا قالت We have beginning Japanese on Tuesday and Thursday morning. خلاص يبقى كده المفروض إن أنا الليفل اللي عندي هكتب beginning. لا، الست هنا صححت وقالت No wait. No wait هنا وقفت الكلام وعدلته وقالت That's intermediate Japanese. يبقى أنا الإجابة عندي على السؤال ده الصح هتبقى beginning ولا intermediate؟ صح زي ما انت قلت بالظبط كده، هتبقى intermediate، وده لانها عدلت الكلام بعد ما قالت له beginning في الاول قالت له no wait. عرفنا ان المعلومة التانية معايا اجابتها هي intermediate. بعد كده المعلومة التالتة اللي كانت مطلوبة مني هي الليفل التاني اللي بيبقى Monday, Wednesday and Friday. فالست كملت كلامها وقالت له which level do you want? Advanced. انت عايز تخش advanced؟ رد عليها وقال لها No, beginning, definitely. لا أكيد أنا عايز أبدأ في beginning. I know some Chinese and some French, but I am already beginner with Japanese. حتى لما هي سألت له أنت عايز تخش الأدفانسد الراجل قال لها لا أنا عايز أخش beginner. أنا أعرف صيني وأعرف French
But I am really beginner and a beginner with Japanese. يعني الراجل اختار beginning level. قالها في أول الكلام لما قال no beginnings ورجع أكد عليها بعد كده لما قال But I am a real beginner with Japanese. آخر سؤال معانا وآخر معلومة كانت عندنا هو الأيام في الفرنش. فهنا الست كملت كلامها وقالت Well then are you free Monday, Wednesday and Friday mornings? انت فاضي أيام Monday, Wednesdays and Friday in the morning? That's when beginning Japanese class meet. We also have intermediate French on Friday morning. هنا بقى ركز معايا قوي عشان انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان هو بيقول لك معلومات كتيرة من القصد منها انه يلخبطك وده الطبيعي فهنا الست اتكلمت كتير عن المعلومات الخاصة باللغة اليابانية ولكن فجأة قلبت كلامها وقالت له We also have intermediate French on Friday mornings وسكتت ودلت المعلومة اللي احنا بندور عليها وهي mornings في الفرايداي بعد ما كانت اتكلمت عن الجابانيز بشكل اكتر وده بيعرفك اهمية ان انت تبقى عامل underline وcircling للكيوردز وانك محدد نوع المعلومة اللي بتدور عليها مسبقا وعارف كويس قوي انت بتدور على ايه ومركز على المعلومة اللي انت بتدور عليها بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها عن سؤال form filling وعرفناه وعرفنا ايه هي المهارات اللي بيختبرها في الكانديدتس وعرفنا ازاي نكتب السؤال بتاعه في ورقة الاجابة وكمان خدنا الاكشن بلان الخاص بيه وطبقناه على سؤال عملي حلقتنا الجاية ان شاء الله هتكون 3 امثلة عملي على سؤال pick from a list زي ما اتفقنا بنحلل اول واحد فيهم بالكامل وبنشرحه وبعد كده بسيبك انت تحل التاني وارجع احلله معاك والتالت بسيبك انت تحله وتحلله لوحدك ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو على كل جروبات الايلتس اللي موجوده اونلاين عشان المعلومه توصل لاكبر عدد ممكن من الناس ونقدر نفيدهم ولو لسه ما اشتركتش على صفحتنا على الفيسبوك اشترك بيكون فيها فيديوهات لايف وبيكون فيها معلومات اكتر وبوستات اكتر عن الايلتس كل يوم وبشكل يومي اشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته